زميلة سمر، صباح الخير للزميلة نسرين، صباح الخير لكل مشاهدينا عبر شاشة التلفزيون الأردني، لكل مستمعينا عبر أثير إذاعة الأمن العام. مباشرة في هذا الصباح، معروف اليوم الخميس نهاية أسبوع، بتكون الحركة شوي نشطة في العاصمة عمان على الطرق الخارجية، شوي نشطة في العاصمة عمان على الطرق الخارجية دائما. في هناك عدد من الملاحظات، عدد من الإرشادات نأخذها مباشرة من غرف العمليات لإدارة السير المركزية. نبدأ الملازم عبد المجيد زيدان من غرفة العمليات. ملازم عبد المجيد، صباح الخير. صباح الخير حازم لك والسادة المستمعين جميعا. نعم، من خلالك أبرز ملامح الحركة المرورية، أبرز الملاحظات التي تعاملتم معها. نعم صحيح هذا ميك، يعني من خلال تواجد رقباء السير السيارة الضباط أيضا ساعات الصباح الأولى بالميدان، أيضا من خلال كاميرات غرفة عمليات إدارة السير المركزية لمراقبة الشوارع في وسط العاصمة عمان. نعم. يعني الحمد لله كانت الخميس هذا أقل من أي خميس بخصوص الحركة المرورية الصباحية. معروف اليوم الخميس حركة راح تكون عندنا حركة خارجية باختصاص العاصمة عمان باتجاه المحافظات. تم توزيع الدوريات على مداخل العاصمة ومخارجها لتسهيل العملية المرورية لإخوان المواطنين وتقديم المساعدة المرورية، أيضا المساعدة الفنية لإخوان المواطنين. بخصوص أبرز الملامح الحركة المرورية لهذا اليوم داخل الداخلية داخل اختصاص العاصمة عمان، كان في عندنا حركة بالشارع فقط، شارع الاستقلال، شارع الشهيد، أنا شارع المدينة المنورة، وانتهت الحمد لله انتهت الحركة بالكامل وسط العاصمة عمان. نعم. كان هو معروف الحركة، حركة المدارس أو حركة الطلاب بتأثر بدرجة كبيرة على الحركة الصباحية، ومعظم المدارس أو معظم عطلة رسمية أو امتحانات توجيهية بساعة متأخرة بالدوام بيكون، فعندنا الحركة الصباحية الحمد لله كانت أقل من المعتاد بنسبة كبيرة. بخصوص مسائل قدم الإخوان المواطنين تصادق قواعد السير على الطرقات، أيضا يعني عدة شكاوي كان عندنا الفترة الصباحية أو الأيام السابقة اللي هو الوقوف العشوائي أو الوقوف على مداخل ومخارج الكراجات الخاصة أو العمل أو الوقوف على مداخل المنازل. نتمنى إخوان المواطنين الإيقاف الآمن، الإيقاف الآمن لمركباتهم، عدم الوقوف العشوائي، عدم الوقوف المزدوج، اتخاذ قواعد السير على الطرقات لسلامة الجميع. وأتمنى السلام للجميع حازم. شكرا جزيلا لك الملازم عبد المجيد زيدان من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، صباحك سعيد، تحياتنا لك. مباشرة إلى غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية الملازم سفيان العتوم معنا من هناك. ملازم سفيان، صباح الخير. صباح الخير أخي حازم لك ولجميع مشاهدي التلفزيون الأردني ومستمعي إذاعة الأمن العام. أحييك ملازم سفيان، أبرز الملاحظات وملامح الحركة في هذا الصباح على طرقنا الخارجية. نعم صحيح أخي حازم، بخصوص الحركة المرورية، حركة سير نشطة وقوية على معظم طرق المملكة بالكامل، وحسب المعلومات الواردة من قبل دوريات بالميدان حركة سير نشطة وكونوا اليوم الخميس، وخص بالذكر الطرق التالية: طريق إربد جرش عمان، طريق الأستراد عمان الزرقاء، طريق المطار باتجاه الخط الصحراوي، وطريق العدسية نعور نزول باتجاه الأغوار. نعم. أخي حازم، بخصوص الأحوال الجوية، هناك كان في خلال فترة الصباح في ضباب، تواجد الضباب منطقة المنطقة الحرة الزرقاء بالإضافة لمنطقة جامعة آل البيت المفرق، وايضا طريق جرش الزرقاء. يعني الان الضباب انقشع والحمد لله جميع طرق المملكه الخارجيه سالكه والاوقات تذكر. ابرز الحوادث اللي تم التعامل معها خلال 24 ساعه الماضيه، صباح هذا اليوم حادث سير تصادم ما بين مركبتين طريق الازرق الزرقاء، نتج عن الحادث اصابه خفيفه، والحمد لله يعني تم اسعافه باتجاه المستشفى من قبل مجموعات الدفاع المدني المشكورين، وكان في تواجد الاختصاص شرطه الزرقاء بالموقع. دورياتنا أخي حازم أكثر من 75 دورية تم توزيعها منذ ساعات الصباح الباكر للتوجيه والدلال والإرشاد والسحب للزحمات المرورية وتقديم المساعدات الإنسانية لإخوان المواطنين بالميدان. أخي حازم، من خلال أثير إذاعة الأمن العام ومن خلال التلفزيون الأردني، نصائح لإخواننا مستخدمي الطرق الخارجية بالكامل: الالتزام التام بقواعد وقانون السير أثناء تنقلهم على الطرق الخارجية، وبالذات الالتزام بالسرعات العالية، عدم الانشغال بالهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم التتابع القريب. اي مواطن بحاجة لاي مساعدة لا يتردد بالاتصال على الهاتف المجاني مركز القيادة والسيطرة 911، واحنا دورنا متواصلين معهم على مدار الساعة، يتم ارسال دورية للموقع وتقديم الخدمة اللازمة وبالسرعة القصوى، مع امنياتنا بالسلامة للجميع. يعني انا بدي اشكرك جزيل الشكر ملازم سفيان، تحياتي لك، تحياتي لكل نشامى إدارة الدوريات الخارجية، شكرا جزيلا لكم. واعود الى الزملاء في التلفزيون الاردني نسرين وسمر مع كل التحية وكل التقدير. كل شكر لك زميلنا نقيب حازم مستريحي على هذه الرسالة. نتمنى إن شاء الله دائما يكون في أذان صاغية لما تقدمونه عبر إذاعة الأمن العام من توجيهات وإرشادات مختلفة. على كل حال، الآن نحن وإياكم سننتقل لفاصل قصير، ومن بعده بنرجع لنستعرض أنا ونسرين فقراتنا لهذا الصباح. زرع أبوي برض أجدادي ما تقبل، تفوح مسك وريحان وفل جذور مثبتة بالأرض،
عنفسي قطعت اغلى وعد ما ارحل ما ارحل كنوز الدنيا ما تسوى كمشة ورد زرعها برضي اجدادي الهاشم الاول.